امتداد حضارة وأصالة، فرصيد علمي تليد يعكس تاريخا عريقا يعود 12 قرنا إلى الوراء، يشهد على ذلك في الزمن الحاضر معالم كثيرة، صوامع وجوامع، فمدارس ومكتبات، ليظل جامع القرويين وخزانة القرويين به أحد أهم الروافد العلمية التي ساهمت وإلى حد كبير في إشعاع المدينة ومع الدولة المغربية فالثقافة الإسلامية عموما. فخزانة القرويين تعد منارة شامخة داخل المدينة، ظهورها اتخذ أشكالا متعددة كمؤسسة علمية وثقافية تعتمد على أصول وتقاليد إسلامية عريقة، تطلع بدور حفظ العلم وتدوينه وجمعه، هذا قبل الحديث عن التأسيس الفعلي لها كمؤسسة قائمة الذات بالمغرب وبالعالم الإسلامي، وذلك سنة 50 و700 للهجرة. لا أملك بحسب ما بيدي من الوثائق والروايات التاريخية ما يمكنني أن أجزم به أو أجزم بموجبه بتاريخ محدد لنشأة هذه الخزانة. الذي نملكه بين أيدينا اليوم من الأخبار في هذا الشأن هو أولا خبر الملك يحيى الرابع، يحيى بن إدريس بن عمر بن إدريس من خلفاء الدولة الإدريسية، الذي كان تخبرنا المصادر التاريخية بأنه كان يتوفر على مجموعة من الوراقين يشتغلون بانتساخ الكتب ووضعها بين أيدي الناس. من أقدم الأخبار أيضا التي نملكها خبر في عهد الدولة الزناتية التي جاءت بعد الدولة الإدريسية، في خبر الدولة الزناتية أنه وكانت تابعة في بعض شأنها للدولة الأموية في الأندلس، وفي هذه الفترة أرسل الناصر الأموي إلى بغداد العباس الثقفي. لهذا من الأخبار أرسله إلى بغداد من أجل اقتناء الكتب النادرة والهامة وكذا. الذي نملك من الوثائق أيضا التي بين أيدينا ما يوجد على ظهري نسخة من نسخ الموطأ التي تحتفظ بها خزانة القرويين إلى الآن، وكتب على ظهرها بأنها انتسخت لخزانة الأمير علي بن يوسف بن تاشفين سنة 502 للهجرة. هذه أقدم الأمارات التي عندنا على وجود خزانة في تابعة لجامعة القرويين أو في محيط جامعة القرويين. عند تناولنا لمجموعة من الخروم لخزانة التي تتوفر عليها خزانة القرويين استدللنا على أنه كانت قبل الخزانة المرينية، الخزانة التي أسسها أبو عين المريني والتي يمكن أن تأخذ صورة من لوحاتها في داخل جامع القرويين، التي هي أول خزانة موثقة تابعة لجامعة القرويين، أن هنالك مكتبة كانت سابقة عليها في صلب الجامع، وأن هذه المكتبة احترقت في حريق أصاب جامع القرويين في وقت من الأوقات، وتوجد بقايا من هذه الكتب المحترقة التي احترق بعضها
ولذلك قلنا بأن أول ضابط لتاريخ خزانة جامع القرويين هو هذه اللوحة التي كتبت في عهد أبي عينا المريني بمناسبة افتتاحه لمكتبة تابعة لهذا الجامع، وضع شروط الإعارة فيها ونظامها، وكل ذلك مثبت على هذه اللوحة القائمة لحد الآن. فكما هو معلوم، نشأت المكتبات في بداية العهد الإسلامي على نحو ساذج وبسيط، فارتبطت بجوامع كمراكز ومشاتل للعبادة والعلم والمعرفة الشرعية. وخزانة القرويين بفاس لم تخرج عن هذا المنحى، وهي تنبثق عن جامع القرويين التاريخي قبل أن تعرف ازدهارا وتوسعا منذ العهد المريني حتى العهد العلوي. ساعد على ذلك الانتشار الواسع للتعليم بالمدينة بفضل هذا الجامع، وما استطاع أن يستقطبه من أعلام وعلماء، وما حمله من كتابات وتأليفات وهبت وحبست على الخزانة. مسجد القرويين هو مسجد بني بأموال خاصة، واعتبر ملتقا للصلاة وكذلك للعلماء للتدارس في أمور الدين والحديث وغيرها. فكانت بعد كل صلاة يتم التطرق فيها إلى مناحي الحياة، وخاصة ما تعلق منها بالدين، فأصبحت بالتالي هذا الفضاء وفضاء للتداول والنقاش ما تعلق بالحديث والسنة وغيرها، وكذلك بأيام العرب وأيام المسلمين ومعاركهم لنشر الديانة الإسلامية في ربوع العالم الإسلامي الذي أصبح يمتد من المحيط إلى الخليج وإلى حدود الهند. فبالنسبة للمسجد، بعد كل صلاة كانت تتلى آيات بينات من الذكر الحكيم، فارتبطت بهذا المسجد إحدى الغرف التي وضعت بها مصاحف لقراءة القرآن الكريم، فتوسع هذا المكان ليصبح فيما بعد يستقبل كتبا عدة أهدتها إليه الأسر الحاكمة والأثرياء من مدينة فاس وغيرها من مدن المغرب التي كانت أنذاك تخضع للدولة المرابطية وفيما بعد الدولة المارينية. فالحديث عن خزانة القرويين وفي ارتباطها بالمسجد وارتباط بالدرجة الأولى له علاقة ما بنشر العلم، خاصة الحديث والسيرة والقرآن الكريم وشرحه. فنجد على أن هذه الأمور لا يمكن أن تستقيم إلا بوجود مجموعة من الكتب التي تتناول هذا الجانب، مما جعل هذا الفضاء ينتقل من فضاء صغير لقراءة القرآن إلى فضاء للقراءة والنقاش حول كل ما يتعلق بأمور المسلمين، خاصة في ميدان العبادات والمعاملات. البناية قبل ما أن تصبح خزانة كانت ملحق الجامع للمسجد القرويين التي كانت تتلى فيها القرآن. بعد ذلك تحول إلى مكتبة بعد أن سن أبو عينان في الدولة المارينية في سنة 750، أصبح المسجد ملحقة به مكتبة تضم نفائس الكتب التي أتى بها أبو عينان من مجموع ربوع المملكة آنذاك، فأدخلت إلى هذا المكان الذي أصبح يحمل مكتبة. فهذه المكتبة هي أول مكتبة وضع لها قانون للقراءة، وهذا القانون هو الذي ستخضع إليه كل مرتادي المكتبة في فترات لاحقة على الدولة المارينية. فنجد على أن هذه المكتبة تم كذلك، هذه المعلمة تم تطعيمها بمجموعة من الكتب على عهد الدولة السعدية، حيث أن أحمد المنصور أتى بمجموعة من الكتب أصبحت فيما بعد ذخيرة للمكتبة تضاهي المكتبات التي أنشئت فيما بعد في الدول الغربية وكذلك في المشرق العربي. فأصبحت هذه المكتبة هي المكتبة الوحيدة التي تضم مجلدات
تتحدث عن الدين وعن الحديث وسيرة وتاريخ الإسلام منذ بدايته إلى تلك الفترة. فنجد على أن هذه الدخائر وصلت إلى حدود 1610 32 ألف مجلد، ونعرف على أن هذه المجلدات كتبت بخط اليد، وهذا والكتابة بخط اليد مدنية، وبالتالي أصبحت منارا أو إشعاعا لكل مرتدي المكتبة. اللبنات الأولى لخزانة القرويين مصاحف قرآنية وكتب فقهية، أعطاها الصفة الرسمية السلطان أبو عنان المريني حينما بنى لها مقرا بالناحية الشرقية من صحن الجامع عام 50 و700 هجرية، فوقف عليها كتبا شتى في مختلف العلوم الشرعية والفنون الأدبية وعلوم الفلك والطب والرياضيات وغيرها، حتى عادت من أهم كبريات الخزانات العالمية ومركزا للقراءة والمطالعة والاستنساخ، ليمتد ارتباطها بالجامع لستة قرون قبل أن ينقلها المنصور السعدي في أواخر القرن العاشر الهجري إلى بناية أخرى بابها قرب محراب الجامع، وأضاف إليها من الكتب العلمية والأدبية ما يفيد الطلبة والباحثين، وشجع العلماء على أن يودعوا بها ما يؤلفون من الكتب حتى يكون النفع عاما، وبذلك زاد رصيدها من المخطوطات خاصة أيام الدولة العلوية الشريفة. تعد خزانة القرويين من بين أهم وأقدم الخزانات في العالم العربي والإسلامي. لماذا أقدم الخزانات؟ بالنظر إلى تاريخ التأسيس الذي يعود إلى سنة 750 للهجرة في عهد الدولة المارينية، حيث بنيت في عهد أبو عنان الماريني، وكانت النواة الأولى لخزانة في قلب مسجد القرويين، واستمرت الخزانة مرتبطة بمسجد القرويين لمدة تفوق ستة قرون. وقد أضفى عليها مسجد القرويين الذي يعرف أيضا بالجامع الجامعة أهمية، وأضفى عليها غنى كبير في المجال البحث العلمي والتراث الإسلامي بصفة عامة. وقد كان لهذه الجامعة دور كبير في نشر العلم وفي نشر الثقافة الإسلامية، على اعتبار أن جامعة القرويين كانت منارة تستقطب يعني الباحثين من جميع أنحاء العالم، ولم يقتصر يعني دور جامعة القرويين فقط على المستوى يعني المغرب، ولكن كان أيضا يستقطب مجموعة من العلماء الكبار الذين كانوا يأتون إلى جامعة القرويين كباحثين وكأيضا علماء كبار مروا من هذه الجامعة وأعطوا الشيء الكثير في مجال البحث العلمي، وكان لها دور أيضا كبير في نشر الثقافة الإسلامية وفي أيضا الحفاظ على هذا التراث الإسلامي الذي يعني كما يقال أنها كانت هي الملجأ الوحيد تقريبا الذي يلجأ إليه جميع المهتمين والباحثين والدارسين في مجال العلوم الشرعية وفي مجال العلوم حتى التجريبية. إذن هنا يكمن دور هذه الجامعة، والتي كما سبق أن أشرت إلى ذلك هي أهمية ديال هذه الجامعة، وأنها استمرت في أداء الدور الذي أنشئت من أجله في أول مرة. بالإضافة إلى العلوم الشرعية التي كانت تستحوذ على الحيز الكبير في هذه الجامعة، كانت أيضا تدرس مجموعة من العلوم الحديثة مثل الطب ومثل الرياضيات والجبر والفلك، وخير دليل على ذلك هي المخطوطات المحفوظة في خزانة القرويين. فالخزانة تتوفر على مجموعة من المخطوطات في الطب والفلك والرياضيات ويعني مجموعة من العلوم الحديثة، والتي كانت تدرس داخل جامعة القرويين أي داخل جامع القرويين. وهناك مجموعة من الإجازات حتى في الطب، هناك إجازات في الطب، وأن هذه المخطوطات هي التي كانت تدرس، كانت بمثابة مقررات دراسية والتي تحتفظ بها الخزانة إلى يومنا هذا. إذن مصدرها يعني الجامعة. نعم، هذه هي الميزة التي ميزت خزانة القرويين.
أنها بقيت وفية للدور الذي أنشئت من أجله وهو نشر العلم. والمكتبة بصفة عامة أي مكتبة هي مجال للتواصل في مجال البحث العلمي. خزانة سابقة للعهد المريني، وبأن لنا مجموعة من الآثار المادية والأخبار عن هذه الخزانة، هي هذه الشذرات التاريخية الموجودة بين أيدينا والتي حكيتها لكم. وثم بعد العهد المريني تأسست الخزانة السعدية التي نحن في جوار قبتها في عهد أحمد المنصور الذهبي. ثم كان يعني التأسيس الحديث لهذه الخزانة في عهد الملك الراحل محمد الخامس في هذه البناية التي أمامنا، وثم كان الإصلاح الذي شمل مختلف المرافق في عهد الملك سيدي محمد السادس قبل عوام قليلة. لا شك بأن الكتاب هو أهم وسائل العلم. ورحم الله سيدي أحمد زروق الذي قال: آلة العلم أربعة: شيخ فتاح، وعقل رجاح، وكتب صحاح، ومداومة وإلحاح. الكتب الصحاح هي من الأسس التي يستند عليها العالم في بحثه وفي استفادته وفي تداوله للعلم. وقد مثلت من هذا الجانب خزانة القرويين ظاهرة لم تعرفها المكتبات الحديثة ولا دور الثقافة الحديثة إلا في عهد قريب، وهي أن أغلب الكتب الموجودة في خزانة القرويين هي من وقف مؤلفيها أنفسهم، بحيث الكاتب إذا كتب كتابا يضعه، هذا اللي قلت يعرف في العصر الحديث بالإيداع، كأنه يحفظ حقوق تأليفه بإيداع نسخته الأولى في خزانة القرويين. وقيمة ما تحفظه خزانة القرويين من الوثائق والكتب هو في نوعية هذه الوثائق، بحيث تجد إما الكتاب بخط مؤلفه أو منتسخ عن نسخة مجودة من كتابه. المقصود هو وضع بين أيدي الناس الكتب الصحاح. فلذلك هذه واحدة أو أهم مهمات المكتبات طبعا في كل ممارسة علمية أو ثقافية. خزانة القرويين مرت بثلاث مراحل تاريخية مهمة. المرحلة الأولى هي مرحلة التأسيس، حيث أن أول مكتبة ظهرت في تاريخ القرويين كانت في عهد المرينيين، حيث أسس أبو عنان المريني أول مكتبة داخل مسجد القرويين، وحبس عليها مجموعة من المخطوطات، تشير بعض المصادر التاريخية أنها وصلت إلى 30,000 مجلد. ثم جاءت المرحلة الثانية وهي مرحلة الامتداد، يمكننا أن نسميها مرحلة الامتداد في عهد الدولة السعدية، حيث بنى أحمد المنصور السعدي مكتبة لازالت معالمها قائمة إلى الآن في القرن 16 الميلادي، وحبس هو الآخر مجموعة من المخطوطات المهمة والنافسة على هذه المكتبة. ثم جاءت المرحلة الثالثة وهي مرحلة الامتداد والانفتاح على العالم الخارجي، حيث قام محمد الخامس طيب الله ثراه بناء مقر جديد لمكتبة القرويين، وهو الجناح الذي نتواجد فيه الآن، حيث تم بناؤه سنة 1940 للميلاد. ونلاحظ في هذه المكتبة حضور الطابع الإسلامي المغربي الأندلسي، حيث من حيث الزخارف والنقوش والشكل
شكل هذه المكتبة. هذه باختصار مراحل الأساسية التي مرت منها تاريخ مكتبة القرويين. لتظل الغاية المثلى من إنشاء خزانة تابعة للجامع وللروافد العلمية المحيطة به هي التوثيق لرصيد علمي تراثي إسلامي تعاقب على إنتاجه وتأليفه كبار المفكرين والعلماء، حلوا إلى المدينة فاس عابرين الفجاج والبقاع، فربطوا المشرق بالمغرب عبر وظيفة العلم. كان مسجد القرويين ولا يزال منذ تأسيس مدينة فاس يعني معلمة تاريخية هامة وذات إشعاع حضاري وثقافي كبير، وذلك نظرا لدوره البارز منذ تأسيس المدينة وإلى اليوم في تكوين تلة من العلماء والباحثين في مجال مختلف العلوم الشرعية وغيرها. ومنذ تأسيس مسجد القرويين على يد فاطمة الفهرية سنة 856 في حوالي سنة 856 ميلادية، فقد كان يحتضن دروسا في العلم جعلت منه أحد أقدم الجامعات على مستوى العالم ككل، وليس فقط على مستوى المدينة أو على مستوى المغرب. هذا المسجد عرف منذ تأسيسه عدة فترات، عدة أعمال توسعة شملت فضاءاته الداخلية كما ارتبطت بملحقاته الثقافية الأخرى المجاورة للبناية. أول عملية زيادة عرفها مسجد القرويين كانت على يد الزيناتيين، وقد تجلت في توسعة قاعة الصلاة بإضافة مجموعة من البلاطات الداخلية، وكذلك إنشاء منارة هامة كبرى هي التي لازالت قائمة إلى اليوم، وذلك في القرن العاشر الميلادي. إضافات أخرى عرفها المسجد وكان أبرزها على يد المرابطين، بحيث أن التصميم الحالي للمسجد هو في مجموعه يعود في الجزء الأكبر منه إلى الفترة المرابطية، أي في القرن الحادي عشر الميلادي. وقد تمثلت هذه الزيادة في إضافة بلاطات أخرى أفقية على مستوى جدار القبلة، وكذلك إضافة أروقة جانبية محيطة بالصحن الذي لازال قائما اليوم. إضافة أخرى شهد مسجد القرويين في الفترات اللاحقة على العهد الموحدي ثم العهد المريني ثم العهد السعدي فالفترة العلوية، ويبقى أحد أهم زيادات التي شهد المسجد في على يد السلطان أبو عينان المريني سنة 750 هجرية 1349 ميلادية، هو بناء خزانة علمية ملحقة بالمسجد. الخزانة أسست في بالأساس من أجل دعم الطلبة والدارسين والباحثين والعلماء الذين كانوا يتابعون دراستهم بداخل المسجد، سواء القادمين أو الوافدين عليه سواء من داخل المغرب أو من خارجه. لمحة تاريخية تبرز المكان الهام لخزانة القرويين في التاريخ الإسلامي والأطوار التي مرت منها خدمة لأهل العلم ولطلابه. إنها حقا صرح ثقافي يستمر وجوده ولا يخفى إشعاعه العلمي والحضاري.